دليل التنصير، المؤلف ربا داود مجيد قعوار. جميع الحقوق لهذا الكتاب محفوظة، يرجى عدم الاقتباس أو النشر أو التصوير أو وضع أي معلومات من هذا الكتاب على الشبكة العنكبوتية إلا بإذن شخصي من المؤلف. الفصل الثاني، ردا على رسالة الخلاص. الرد على المعتقدات المسيحية من القرآن والسنة، الرد على شبهات العقيدة. الجزء 25، هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يخطئ حتى يستغفر؟ هناك حديث يقول أن النبي كان يستغفر في المجلس 100 مرة، فيقول المشكك أن النبي احتاج إلى الاستغفار لأنه كان خاطئا ومذنبا كباقي الناس، حتى في النهاية يقول أن لا خلاص إلا عن طريق الإيمان بالمسيح ربا وبموته وقيامته. وأود أن أطرح مثلا بين أيديكم، فالعاصي قد يفعل الذنوب ولا يحس بها كذنوب لأن ضميره مات، أو أنه تخدر بها ولم يعد يشعر أن ما يفعله خطأ، ثم عندما يتوب إلى الله وينوب إليه ويعزم على ترك المعاصي، فإن أخطأ يشعر بالذنب ويهرع إلى الاستغفار حتى يعفو الله عنه، حتى لو كانت خطية صغيرة وبسيطة. وكذلك الصالحين، فإذا شعروا بالتقصير ولو لم تكن خطية فإنهم يستغفرون لتعففهم وتزكية أنفسهم، فما بالك الأنبياء، فهم في أعلى مراتب الطهارة والقداسة بعد الله عز وجل الذي ليس كمثله شيء، فإنهم إن استغفروا فهذا ليس معناه أنهم أخطأوا، وإنما هو تزكية وعبادة وتذلل لله عز وجل. ورغم أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وإنما لم نره توقف عن عبادة الله وتوقف عن الصلاة والصوم والزكاة، وإنما كان يفعل ذلك تقديرا وشكرا لله سبحانه وتعالى، علما بأن الأنبياء زلوا في أخطاء بسيطة ولم يفعلوا الكبائر كانت أخطاؤهم في تفضيل شيء على شيء. فمثلا قصة النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يتحاور مع أئمة كفار قريش كي يجذبهم إلى دين الإسلام، جاءه الأعمى ليسأله في أمر ما، فنحى الرسول صلى الله عليه وسلم وجهه عنه، ورغم أن الأعمى لا يرى ولم يرى وجه الرسول إلا أن الله عز وجل عاتبه من فوق 7 سماوات وأنزل في محكم كتابه عبس وتولى إلى آخر الآيات. إذن كان هناك خياران لدى الرسول صلى الله عليه وسلم، الخيار الأول أن يتحاور مع كفار قريش ويدعوهم إلى الإسلام، والخيار الآخر أن يلتفت إلى الأعمى ويلبي سؤاله، ولكنه اختار صلى الله عليه وسلم أن يكمل حديثه مع الكفار، فاختار ما رآه بالنسبة إليه أنه الأنسب، ولكن الله عز وجل قوم الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وعاتبه، وهذا لا يعتبر ذنبا ارتكبه الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما اختار ما رآه مناسبا بالنسبة إليه، وما هو إلا بشر مثلنا ولكن يوحى إليه من الله عز وجل. كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستغفر لله عز وجل ليعلمنا كيفية عبادة الله سبحانه وتعالى ومنها الاستغفار، وهذا ليس بجديد، فقد فعل ذلك يسوع المسيح أيضا. إذا ما عدنا في العهد القديم لنبحث إلى النصوص المسيانية التي تتحدث عن المسيح المنتظر وصفاته وأعماله، لوجدنا في سفر المزامير إصحاح 41 يتحدث عن المؤامرة التي حبكها اليهود ضده، وها هو النص يقول: طوبى للذي ينظر إلى المسكين، في يوم الشر ينجيه الرب، الرب يحفظه ويحييه، يغتبط في الأرض ولا يسلمه إلى مرام أعدائه،
الرب يعضده وهو على فراش الضعف. مهدت مضجعه كله في مرضه. ومعظم اللاهوتيون يتوقفون هنا ليقولوا أن هذا النص يتحدث عن المسيح في آخر أيامه على الأرض قبل صعوده، ولكن النص لم يكتمل هنا، وإنما هناك أعدادا أخرى بعده تتحدث عن نفس الشخص المتكلم والمفترض أن يكون المسيح. يقول النص: أنا قلت: يا رب ارحمني، اشفي نفسي، لأني قد أخطأت إليك. أعدائي يتقاولون علي بشر. أنا قلت: يا رب ارحمني، اشفي نفسي، لأني قد أخطأت إليك. وأحيانا كثيرة يتلاعب اللاهوتيون بالنصوص ولا يظهرون الأعداد السبعة الأولى، ويظهرون ما بعد العدد الثامن ليبينوا نبوة مؤامرة الأعداء على يسوع المسيح. ولكن النص واضح في عدد 4 أنه يستغفر لله ويطلب الرحمة منه، وهذا ما يسمى تكييف النص ليلائم العقيدة التي اخترعها اللاهوتيون. لذلك فاستغفار النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليس بالأمر الجديد، والاستغفار ليس بالضرورة لعمل ذنب، وإنما هو اعتراف بالتقصير، تذلل أمام الله عز وجل، وهو شكل من أشكال العبادة. واعترافهم بالتقصير ليس بالضرورة ارتكاب الذنوب، وإنما على عدم القدرة على شكر النعمة، وهذا وارد في حق الأنبياء. ولكن الله سبحانه وتعالى عصم الأنبياء من الخطأ في تبليغ الدين، فلا هم يحرموا الحلال ولا يحلوا الحرام ولا يخطئوا في تبليغ كلمة الله التي أوحى بها إليهم ولا يقعوا في المعاصي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يدخل الجنة أحد إلا برحمة الله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. وقال بيده فوق رأسه، وأيضا قال: لا يدخل أحدا منكم عمله الجنة، ولا يجير من النار، ولا أنا إلا برحمة الله. فيقول المشككون: بما أن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم غير متأكد من خلاصه وينتظر رحمة الله حتى يدخل الجنة، فماذا نقول عن أنفسنا؟ هذا معناه لن يدخل أحد الجنة إطلاقا. هذا الكلام الواهن لا أصل له، وإنما ما قاله الرسول الكريم في هذا الحديث ليبين لنا عظمة الله وقدرته ورحمته الواسعة. فالله تعالى لا يجب عليه شيء، بل العالم كله ملكه، والدنيا والآخرة في سلطانه، يفعل فيهما ما يشاء. فلو عذب المطيعين والصالحين أجمعين حتى الأنبياء منهم وأدخلهم النار كان عدلا منه، وإذا أكرمهم ونعمهم وأدخلهم الجنة فهو فضل منه، ولو نعم الكافرين وأدخلهم الجنة كان له ذلك. ولكنه أخبر، وخبره صدق، أنه لا يفعل هذا، بل يغفر للمؤمنين ويدخلهم الجنة برحمته، ويعذب المنافقين ويخلدهم في النار عدلا منه. ولنتذكر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عندما ضرب لنا مثل بمعنى الحديث، وهو حديث ضعيف، عن الرجل الذي وقف أمام الله عز وجل متفاخرا بنفسه أنه عاش كل حياته بلا معاصي وعمل الأعمال الحسنة. فعندما سأله الله: أتدخل الجنة برحمتي أم بعملك؟ فأبى أن يدخل الرجل الجنة إلا بعمله، فكأنه كان يقول لله: أنا لي الحق أن أدخل الجنة، فقد كنت أطعم الطعام وأتصدق على المحتاجين، كنت أصوم رمضان كل 2 وخميس، وكنت وكنت وكنت. وراح يعدد أعماله الحسنة كلها، فأحضر له الله نعمة واحدة فقط كنعمة البصر، ووضعها في كفة. ثم وضع الله عز وجل أعمال هذا الرجل في الكفة الأخرى في الميزان،
فرجحت كفة النعمة التي أنعمها الله على ذلك الرجل. فما بالك بالنعم والعطايا التي أعطانا إياها الله والتي لا نستطيع أن نعدها ولا أن نحصيها. ونحن لا نعلم أحدا عبد الله حق العبادة كما عبده نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يقول ولا أنا، أي لا أدخل الجنة بعملي. فالمسألة مقايسة ما بين نعم الله عز وجل وما بين قيام العبد بشكره على هذه النعم. توضع النعم في كفة وتوضع أعمالك في كفة أخرى، ثم نري كفتي الميزان، سيحدث نوع من الموازنة ما بين العمل وما بين النعم أم لا؟ ولنتذكر حديث السيدة عائشة رضي الله عنها عندما سألت النبي الكريم صلى الله عليه وسلم عن سبب تفانيه في العبادة وقيامه الليل المستمر، رغم أن الله سبحانه وتعالى غفر له ما تقدم من ذنبه وتأخر، فأجابها الكريم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وإنما عناه الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث أننا يجب أن نجتهد في الاستغفار، ليس فقط من الذنوب والخطايا، وإنما أيضا من عدم القدرة على شكر النعمة كما ينبغي.